غدا سينطلق ملتقى الطب التجميلي لمده 3 ايام، 29 و30 و1 و30 من هذا الشهر. يعني اتمنى لكم زياره ممتعه مليئه بالتشويق والاثاره، لانه هيكون متوفر كثير اشياء. فعشان كده احنا معانا عبر الهاتف لتفاصيل اكثر عن هذا الملتقى المتحدثه الرسمي باسم ملتقى الطب التجميلي وجدان الموسى. اهلا وسهلا فيك وجدان. يا أهلا وجدان. احنا تقريبا طوالة شهر يناير كنا نتكلم عن ملتقى الطب التجميلي، ولكن بما انه ان شاء الله راح يكون بكرة خلينا نحكي كده تفاصيل بسيطة. اول شيء استعداداتكم، لانه بكرة ان شاء الله راح يبدأ، فكيف استعداداتكم المعنوية النفسية كله؟ واول شيء احب اشكركم على تغطيتكم ودعمكم لفكرة رائدة من شباب وبنات سعوديين يخدمون قطاع قائم عليه أمهر الدكاترة السعوديين. احنا الآن تحضيراتنا على قدم وساق، ومستعدين جدا لاستقبال العامة من يوم الاثنين او الثلاثاء والاربعاء. طبعا في الملتقى هي المنصة اللي تجمع ما بين أمهر الدكاترة في السعودية وبين الناس، حيث توفر لهم التفاعل المباشر ما بين الناس والدكاترة، فرصة للقاء الدكاترة، سؤالهم عن أي استشارتهم، ومحاضرات راح تكون توعوية للناس عن أهم المواضيع اللي تهمهم في عالم التجميل. نعم جميل. وجدان، من الساعة كم حيكون افتتاح المؤتمر أو بداية المؤتمر؟ راح يبدأ من الساعة كم وراح ينتهي أي ساعة؟ مع التذكير انه بكره ان شاء الله وقت الافتتاح راح يفتتحوا وكيل اماره منطقه الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري. اي صحيح، الافتتاح الرسمي راح يكون بكره الساعه 2:00، وطبعا الملتقى يفتح ابوابه من الساعه 11 صباحا الى 11 مساء. الفعاليات الملتقى راح تبدا من 4 عصرا الى 11 مساء. طيب اذا في مجال تقولي لي من يعني هل راح يكون هناك في متحدثين ومن هم؟ راح يكون احنا عندنا في كل يوم في جدول من امهر الدكاتره من مركز بيا سنتر، من كير سنتر، من الراعي اللاتيني بيا والراعي الماسي بقومي وجوفا، الراعي الفضي كير، من الراعي البرونزي دكتور عبد الله المسعود، وراعي الفضي اديم، وغير بعض الدكاتره ايضا اللور واكبر المراكز والدكاتره. طبعا الجدول راح يكون موجود، راح نعلن عن الجدول بشكل تام بشكل مستمر متى اوقات الدكاتره والمتحدثين. الورك شوب تكون من الساعه 4 تبدا الى الساعه 11. طب خليني اسالك وجدان، انت قلتي طبعا انا سعيده جدا انه راح تكون في عيادات مره كبيره ودكاتره واطباء على مستوى ومره كبار ومعروفين في السعوديه والعالم العربي. قلتي كمان انه من الساعه 4 للساعه 11 راح يكون في فعاليات، لو اقدر اعرف ايش هي الفعاليات اللي ممكن تكون في هذا الملتقى؟ غير الورك شوب اللي هم الدكاتره راح يتحدثون عن مواضيع مهمه بالضبط، سامي العيسى راح يتحدث في اليوم الاول، الدكتوره سلوى البهكلي، الدكتوره نواره العرفج، ودكاتره عديدين اليوم الاول، غير المحاضرات اللي راح تكون موجوده للناس. طبعا الدكاتره راح يكونون موجودين ايضا في الملتقى في البوثات، فهي فرصه لمقابله الدكاتره، استشارتهم والحديث معاهم يعني وجها لوجه. استشارات مجانيه طبعا استشارات مجانية. جميل. وكل المراكز والأطباء راح يقدمون مفاجآت وتصويبات، طبعا راح نخليها مفاجآت عشان نحمس الناس أكثر. يا الله، يعني وجدان بليز حاجة واحدة مفاجأة واحدة. في كثير سحوبات راح تكون على عمليات مجانية، وبعض يعني التجميل خلاص، يعني هيصير كل السعوديين هيصيرون جميلين ان شاء الله بعد الملتقى ان شاء الله، لان هم اوريدي جميلين، بس احنا ايش نزيد الجمال شويه عندنا. بالضبط. يعني وجدان الموسى سعيدة جدا بهذه المداخلة، وكلنا حماس وتشويق انه طبعا كلنا عندكم موجودين بكرة. وطبعا اكيد روتانا بدورها تجي تغطي. زميلتنا غزل حاقد عليك جدا، حسدتك جدا، بس لاحقينك انا وريم بعد الحلقة اكيد. وجدان الموسى شكرا لهذه المداخلة. مشاهدينا قبل ما تحسدني فاصل مكملين معاكم. الله اكبر.